Dua Kumayl. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bismillahir Rahmanir Rahim. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وظل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توذعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم أظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائه ساطرا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فاده من البلاء أقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أحلى له نشرته اللهم أضم بلائي وأفرت بي سوء هالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي
وحبسني أن نفعي بؤد أملي، وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومتالي. يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبتي على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريتي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رعوفا، وعلي في جميع الأمور عتوفا. إلهي وربي من لي غيرك، أسأله كشف ضري والنذر في أمري. إلهي ومولاي، أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أهترس فيه من تدين عدوي، فغرني بما أهوى وأسأده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك، فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي مؤتذرا نادما، منكسرا مستقيلا، مستغفرا منيبا، مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفضعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي، يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي، يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، حبني لابتداء كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراق معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ذميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك؟ هيهات أنت أكرم من أن تضيئ من ربيت، أو تبعد من أدنيت، أو تشرد من آويت، أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورهمت. وليت شئري يا سيدي وإلهي ومولاي، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادها، وعلى قلوب اقترفت بإلهيتك محققة، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مذعنا. ما هكذا الذن بك، ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. يا ربي وأنت تعلم ضعفي، عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه، قليل مكسوح، يسير بقاؤه، قصير مدته،
فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجرير وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الضليل الهكير المسكين المستكين؟ يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أذج؟ وأبقي لعليم العذاب وشدته، أم لطول البلاء ومدته؟ فلعن سيرتني للأقوبات مع أعدائك، وجمعت بيني وبين أهل بلائك، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فحبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك؟ وحبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناتقا لأضجن إليك بين أهلها ذجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بقاء الفاقدين، ولو نادي أنك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته، وضاق طعم عذابها بمعصيته، وحبس بين أتباقها بجرمه وجريرته، وهو يذج إليك ذجيج معمل لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يهركه لحيبها وأنت تسمأ صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه ذفيرها وأنت تعلم زعفه؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب؟ أم كيف يرجو فضلك في عتكه منها فتتركه فيها؟ هيهات، ما ذلك الظن بك؟ ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاهدك وقضيت به من إخلاد معاندك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأهد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك، أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأنت جل ثناؤك قلت مبتدعا وتتولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟ إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي هتمتها وهكمتها وغلبت من عليه أجريتها
أن تحبلي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جحل أملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وهالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب قو على خدمتك جواره واشدد على العظيمة جوانه وحبلي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبارزين وأشتاك إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نسيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم ظلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك مطيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عصرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وذمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نسبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاءته غنى إرهام من رأس ماله الرجاء وسلاهه البقاء
يا سابغ النعام يا دافع النقام يا نور المستوهشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافأل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا.